ازيك يا شباب، معكم كرول من فريق ناصر اي سبورتس، والنهارده هشرح لكم ازاي تلعبوا اسطورة على المبري. خلونا نبدا بالاتاك. اسطورة في الاتاك ليها كذا استخدام. اول استخدام ليها ان انت تحط بريشر على زون او تفيك ان انت خدت زون باستخدام الفريق الستار. في البي انت ممكن تفيك الستار دي بحيث ان تخلي التيم اللي قصادك معرفش ينفو هل حد عدى هنا ولا لا، او بتحط الستار دي تاخد الزون انت بحيث ان انت تقدر واخد انفو على السبيس دي. على البي سايد تستخدم سموك دي. على الاي انت ممكن لو هتاخدها انت برضو او لو عايز تساعد فريقك تحط الستار دي تعملها في سموك بحيث برضو ان تساعد فريقك ان هو ياخد الزون، او لو انت عايز تفكها والفريق اللي قصادك ما ياخدش انفو. ده بقى بالنسبة لاستخدام الاي الفيك ستارز. لو انت عايز تلعب برضو على ميد ممكن عايز تحط بريشر على الفريق قصادك، برضو ممكن تلعب على السموكات دي. دي ممكن تعملها فيك سموك برضو. دي ممكن تعملها فيك سموك. دي يفضل انت تعمل لها سموك كاملة عشان تخلي الفريق قصادك انه ينفع الحتة دي خالص. ممكن تاخد الكونكتور بيها كونتاكت او بمساعدة حد معاك الفريق. استخدامات أسرع في المبدي الباقية، أسرع يعتبر لوركر في المبدي بحيث ان انت يفضل ان انت تكون اخر واحد عايش في الفريق بتاعك، بحيث ان انت تستخدم البول بتاعتك ان انت تعطل الديفيوز من الفريق اللي قصادك. والبول يفضل ما تحطش السنتر بتاعها على البومب بالظبط عشان مش هتكنسل الديفيوز، فانت لتسال بلانت هنا انت تحط الستار هنا وهتسحبها بحيث ان انت تتكنسل. ممكن تلعب مع فريقك، ممكن تلرك بيها، بس اهم حاجه ان انت تفضل عايش اخر واحد او اخر اتنين بحيث ان انت تعطل الديفيوز وتكسب وقت، ممكن تكسب الراوند. بالنسبه للسموكات اسطرة في المبدي فهي مش صعبه، ان انت استخداماتها في السموكات مش كتيره بحيث ان انت تسمك سي تي او ولينك او سي تي وهيفن. تفضل ان انت لو عايز تحط سموك سي تحطها فوق من هيفن تبقى وان واي على سي تي ومحدش يقدر يطلع بسهوله. دي معظم استخدامات استرا في الماب دي، يعني في الكاسموكات وكافيك بريشر وازاي تستخدم الستارز. الالت بتاعتها سهله جدا، ممكن تسكيور الالت بحيث ان انت تاخد بلانت على البي سايد. My ult ready. ده كده بالنسبة لأسترا في الأتاك. نيجي لأسترا في الدفن. أسترا في الدفن انت ما بتعملش، ما بتلعبش أجريسيف قوي، بس في نفس الوقت انت مهم جدا ان انت تعرف ازاي تستخدم الستارز بتاعتك. انت معظم الوقت لو انت بتلعب أسترا فانت بتلعب ناحية الاي سايد، فانت لو بتلعب ناحية الاي سايد بيبقى قدامك حلين، يا اما بتاخد ايمن مع حد معاك في الفريق، يا اما بتفيك ايمن، يا اما بتنكر الاي سايت من سيكريت او فلاورز. فانت ازاي هقول لك اشرح لك ازاي تعمل ثلاث حاجات. اول حاجه لو انت عايز تاخد ايمن بيبقى قدامك ان انت تستخدم ستارين، يفضل ان تستخدم ستون بحيث الفريق اللي قصادك ما يعرفش يعدي بسرعه يجري، ولو جري فهو تعمل له ستون ويبقى حد معاك، يفضل يكون حد معاك بياخد ايمن. تاني حاجة لو انت لو عايز تفيك ايمن تحط الستارز قبل الراوند ما تبدأ وتسيبهم شوية بعد كده تاخدهم او تاخدهم انستن بحيث ان انت تفيك واللي قصادك ما يعرفش انت خدت ايمن ولا لا. تالت حاجة لو انت بتلعب انكور على السايد فانت يفضل يكون معاك ستارين ان انت تانكور بيه من السايد وتدفند بيه. تستخدم اول واحده كسموك تاني واحده كبول بحيث ان هم ما يعرفوش يدخلوا عليك. ولو عايز تساعد الفريق بتاعك فانت ممكن تحط ستار على الدبل دورز بحيث ان انت تخلق شوك بوينت ان هم يخافوا يخشوا الدبل دورز وتساعد فريقك ان هو يكنترول الدبل دورز احسن. لو عايز تساعد اللي معاك على البي سايد فانت افضل حاجه ان انت تساعدهم بيها السموكتين دول بحيث ان التيم اللي قصادك لو هي بوش بي هم عم كلوز بي سايد تعمل سموك ان انت توقفهم بيها.
اللي اسمه كات يفضل ان تعمله قبل ما يخشوا او للريتيك لو هم خدوا باك سايد وانت عايز تريتيك باك سايد. والالت بتاعت استرا فهي مهمه جدا في الديفند بالذات في البي سايد ان انت تريتيك بيها. يفضل ان انت تعمل الالت كده بحيث ان انت ما تخلقش سبيس ليها كبيره ان هم يلعبوا بيها، فانت هم معاهم من هنا لهنا بس يقدروا يخشوا منها، فانت دي سهل ان انت تهولد الالت ما تخليهمش يخشوا. ده تقريبا كل استخدام استرا في الديفنس. اتمنى تكونوا استفدتوا. ده استخدام استرا في الديرل بشكل عام. اتمنى تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله في شروحات تانية قريب. مع السلامة، اشوفكم خير.